غادرت بعثة نادي الاتحاد مدينة جدة متجهة إلى الأحساء استعدادا لمواجهة فريق الفتح مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. والاتحاد بدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الحالي بخسارة صادمة أمام الاتفاق بهدفين لواحد في الوقت الذي حقق فيه الفتح فوزا غاليا على النصر بهدفين مقابل واحد. وضمت بعثة الاتحاد المغادرة إلى الأحساء نجم الرأس الأخضر غاري رودريغيز العائد إلى الاتحاد بعد قطع إعارته إلى نادي فنربخشة التركي. وتغيب الثنائي البرازيلي برونو أوفيني والإيفواري ويلفريد بوني عن القائمة التي ستواجه الفتح في ظل الأنباء عن قرب رحيلهما من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. وفجر نجم الرأس الأخضر غاري رودريغيز مفاجأة مدوية بشأن عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. وكشف رودريغيز في تصريحات لصحيفة سبورت إكس عن تلقيه عرضا من غلطة سرايا التركي للتعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي هناك. وأشار نجم الرأس الأخضر إلى أنه كان يرغب في الانضمام إلى غلطة سراي ولكن إدارة الاتحاد رفضت ذلك. وأعرب رودريغيز عن شعوره بإحباط شديد بسبب عدم نجاح انتقاله إلى غلطة سراي حيث قال: لا أعلم لماذا انتظر الفريق التركي حتى اليوم الأخير ليقدم عرضا للتعاقد معي حيث لم يسمح الوقت لإتمام الصفقة. يشهد نادي النصر أحداثا ساخنة في أعقاب البداية الكارثية للفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبدأ النصر الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بخسارتين متتاليتين أمام الفتح وضد التعاون. وهذه الأحداث الساخنة تأتي على عكس التوقعات قبل بداية الموسم الرياضي الحالي حيث كانت كل المؤشرات تؤكد أن موسم 2020-2021 سيكون تاريخيا للنصر خاصة بعد حسم 11 صفقة رسمية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ومن ناحيته كشف الإعلامي الرياضي تركي السهلي عن كواليس صادمة داخل نادي النصر بالتزامن مع النتائج السلبية للفريق الأول لكرة القدم في بداية الموسم الرياضي الحالي. وأشار السهلي عبر فضائية السعودية الرياضية إلى أن خلافات عنيفة نشبت بين عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق الكرة بنادي النصر والنجم المغربي نور الدين مرابط جناح قلعة العالمي. ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن هذه الخلافات شخصية وليست رياضية أو فنية وفق ما وصل إليه من مصادر مؤكدة من داخل نادي النصر. وأوضح تركي السهلي أن الحلافي يعمل الآن على إبعاد أمرابط بأسرع وقت ممكن عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حيث يرفض استمراره في الموسم الرياضي الجديد. من جانبه كشف النجم المغربي الكبير نور الدين مرابط نجم نادي النصر حقيقة أزمته الخطيرة مع عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق الكرة حيث نفى مرابط في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر صباح اليوم الجمعة وجود أي خلافات بينه وبين الحلافي. وكتب النجم المغربي الكبير ردا على تصريحات السهلي: إذا لم يكن لديك ما تقوله لا تكذب على الناس مباشرة على شاشة التلفزيون. ومنذ بداية الموسم الرياضي الماضي والشائعات الكثيرة تتردد بشأن رحيل أمرابط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وآخر الشائعات أكدت وجود رغبة قوية من النصر في التخلي عن أمرابط بعد التعاقد مع عبد الفتاح عسيري قادما من نادي الأهلي وهو الذي يلعب في نفس مركزه. حسم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل صفقة عالمية من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد. وأكثر من مصدر إعلامي أعلن توصل الهلال إلى اتفاق نهائي مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع نجمه الأرجنتيني الرائع لوسيانو فيتو قبل يومين من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية.
السعودية. والإعلامي الرياضي سيزار لويس ميرلو كشف عن موافقة فيتو على الرحيل عن العملاق البرتغالي والانتقال إلى الهلال في الصيف الحالي. وأشار ميرلو في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبا سنوي يقدر ب 8 ملايين يورو، وهو 3 أضعاف ما يتقاضاه حاليا مع نادي سبورتينغ لشبونة. وشدد الإعلامي الرياضي على أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال فيتو إلى الهلال سيكون خلال 48 ساعة القادمة. أما شبكة رينارس نيس أعلنت غياب فيتو عن تدريبات سبورتينغ لشبونة تمهيدا لانتقاله إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولفتت الشبكة إلى أن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي سبورتينغ لشبونة على كافة تفاصيل الصفقة التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة. ومن ناحيتها أوضحت صحيفة الرياضية أن فيتو سيخضع لفحوصات طبية غدا السبت قبل الإعلان الرسمي لانضمامه إلى نادي الهلال. وأكدت الصحيفة أن صفقة اللاعب الأرجنتيني أغلقت بنجاح لصالح الهلال بعد موافقة جميع الأطراف والتوصل إلى اتفاق نهائي. ولوسيانو فيتو لاعب أرجنتيني من مواليد ديسمبر 1993، حيث بدأ مسيرته الكروية في الفريق المحلي استوديانتس والذي انتقل منه إلى راسينغ. وفي عام 2014 خاض فيتو أول تجربة احترافية له خارج الأرجنتين عندما انتقل إلى فياريال قبل أن ينتقل بعدها إلى العملاق الأوروبي أتلتيكو مدريد. وقرر فريق العاصمة الإسبانية بيع فيتو نهائيا في صيف عام 2019 إلى سبورتينغ لشبونة، والذي شارك معه في 40 مباراة رسمية سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.